كافكا عبد مثلا، الحليم ده كافكا مثلا وعبد الحليم. طبعا عبد الحليم بحبه جدا، يا لهوي عبد الحليم ده. انا بص انت عارف ان عبد الحليم لبسني كذا مره في علاقات حب وانا ما بحبش، يعني والله العظيم محيات ربنا ابقى راجع مثلا وبسمع اغنيه، فلازم لازم يبقى في واحده دلوقتي دلوقتي لازم احب، اقوم رافع سماعه التليفون على حد واتنحنح والله. اصل الغنوه لازم يعني، الغنوه بتاعت كفايه نورك عليا دي خبطتني في الحته، يعني عايز حد اقول له كفايه نورك عليا، لازم اقول لحد انك انت منور حياتي. مش هقدر اسمع ورا واحد ايوه، لازم حد دلوقتي اقول له يعني اقول له. وبرده بتاعت وبرده بتاعت مشغول وحياتك مشغول، الجزء بتاع اللي كان فيه اخر كوبليه كنت بسمعه، لا يا جماعه اللي هو بتاع ايه، لا اخر جزء اللي هو دايما كان بيجيب لي بيعلي انزيمات الحب اللي هو لازم والله، كان اللي هو انا 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 ايه انا مشغول عنك بيك ومش اللي انت وصورتك، قلبي يكلمني عليك وانا اكلم عنك صورتك على طول، هو بيقول قلبي يكلمني عليك وانا اكلم عنك صورتك، فلازم اكلمك طبعا. انا يا جماعه في مره علاقه توكسيك رجعت بسبب عبد الحليم والله العظيم. مفيش غيرها دلوقتي، مضطر ارجع لك. لا انا دلوقتي ما بقى، انا دلوقتي خلاص دلوقتي بقيت انا بحب نفسي، هرجع انا اللي توكسيك. اه لا من عمري ما كنت توكسيك والله، عمري ما كنت، ما اعرفش او جايز اكون توكسيك ومش عارف عاملها لكم فجاه. هم